أتحدث إلا عن نفسي أنا وكتلتي البرلمانية اللي هي أقلية في البرلمان. أنا لو الأغلبية حاسبيني على كل القرارات اللي صدرت سواء من الحكومة أو من غيرها. طيب أنا أعتقد أنا متفق معاك، أنا مش مختلف معاك. ما أنا بقول لحضرتك نحن نقول ما نعتقده، لكن أنا ما تطالبنيش بالتغيير في جوه البرلمان وأنا لا أمتلك أغلبيته. ونجيب واحد جديد. ما نجيبش واحد جديد. في قرار البرلمان، هي اللي وافقت على الحكومة وادتها الثقة، هي اللي وافقت على برنامج الحكومة وادته الموافقة، هي اللي وافقت على الموازنة العامة للدولة، هي اللي وافقت على غلاء الأسعار، هي اللي سكت على كل اللي بيحصل. احنا ما سكتناش ولا في موقف سكتنا، ولا موقف سكتنا، والمضابط شاهدة والتسجيلات بتاعت الجلسات موجودة. لا نملك نعمل أكتر من كده، لا نملك إن احنا نقول احنا نحن ننقلب على التجربة الديمقراطية ونحن نمثل أغلبية الشارع وبالتالي البرلمان ده لازم يسمع كلامنا. ده كلام مش برضو مش منضبط. أنا أقول وبعتقد إن أنا بأجسد رأي الشارع، أغلبية الشارع، لكن ده هذا اجتهادي أو ده رأيي. هل أنا فعلا بمجسد رأي الشارع؟ الشارع هو اللي يقول مش أنا اللي أقول. ومادام ارتضيت ده سكت خالص، ومادام ارتضيت التجربة الديمقراطية لازم ترتضي حكم الأغلبية. أغلبية في البرلمان هي اللي وافقت على كل المرار اللي انتوا عايشين فيه ده. لازم أقول لكم على تجربتنا في البرلمان عشان بس ما حدش اديني المتابعة. أنا مش عايز أحمل تكتل 25 ما لا يطيب. تكتل 25 مجموعة من نواب ماسكين الجمر بإيديهم، بيتهاجموا طول الوقت، بيتنكل بيهم طول الوقت، بيساء إلى سمعتهم طول الوقت، بيتعمل فيهم اللي ما بيتعملش، وصمدين وهنفضل صمدين عشان نقول ما نعتقده حقا. وعمرنا ما قلنا ان احنا بنقوله هو الحق المطلق. احنا ما بنحكمش على نفسنا، احنا بنقول نحن نعتقد اننا نمثل الاغلبيه في الشارع، نحن نعتقد ان احنا كذا، نحن نعتقد ان احنا بندافع على مصالح البسطاء والمهمشين، والتاريخ هو اللي يحكم والناس هي اللي تحكم. لكن احنا حتى هذه اللحظه لم نرضخ لأي تهديد، لم نرضخ لأي ابتزاز، برغم الحملات الشعواء اللي موجودة علينا نائب نائب، إلا إن ما فيش حد فينا سكت على إنه يقول كلمة الحق. من أول القوانين اللي دخلت لنا، اللي أكتر من 300 قانون دخلوا القرار بقانون اللي صدر في غايبة المجلس اللي موافقناش على معظمهم، انتهاء بالتداول حتى على قضية تيران وصنافير، وأعتقد أنتوا شفتوا رأينا فيها.